مساء الخير على حضراتكم جميعا أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كل جديد. النهاردة الحلقة عندنا مميزة لسبب، لأنها بقى مختلفة. إلا هاند ميد ولا طب ولا استشارات قانونية ولا أي حاجة، احنا داخلين في حاجة لذيذة جدا بقى، وخرجنا لكم كده بفقرة فنية بحتة. معانا النهاردة الفنان الصاعد الشاب الجميل عبده حسني الشهير بعبده موتى. الفنان ده بصراحة أنا يعني استوقفني كده الحاجات اللي أنا شفتها له والمشاهد اللي أنا شفتها له والمسلسلات والحاجات اللي عاملها. هو طبعا لسه في مقتبل العمر بيخطي أول خطوة، وانا النهارده برحب بيه. اهلا بيك يا عبده. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، انت منورني. ده شرف ليا يا فندم، شرف لينا مع حضرتك النهارده. شرف لينا. عرفنا كده بقى بنفسك، اسمك الحقيقي، اسمك الشهره كده، عرف المشاهدين بيكم. اكيد طبعا في ناس كتير عارفاك وفي ناس تحب تعرفك وتتعرف عليك، اتفضل. انا اسمي عبد الحميد حسني، مدرب كمال اجسام وباور ليفتنج رفع اثقال. اشتغلت في مجال التدريب، مجال الحرزات الخاصه، عملت في مجال التمثيل، اخيرا في التمثيل بس. يعني رياضه كمال اجسام، تدريب وتمثيل. طبعا اكيد في علاقه بقى بين الاثنين دايما. التمثيل بيبقى محتاج، يعني من وجهه نظرك بيبقى محتاج ان يبقى الممثل عنده لياقه بدنيه او بيلعب لعبه معينه، ضروري طبعا يا فندم طبعا. انا حتى حضرتك جنب التمثيل، جنب كمال الاجسام، كنت بشتغل على نفسي في رفع اثقال، كنت بشتغل على نفسي في كيك بوكسنج، بلعب كيك بوكسنج، بشتغل على نفسي في فنون قتال، ان انا انط مثلا من مكان لمكان، ان انا بعمل شغل، بشتغل على نفسي، بطور من نفسي ومن موهبتي. يعني احنا طبعا النهارده هنتكلم كتير بقى، وهنشوف ليه صور، وهنتكلم عن مسلسلاته وعن اعماله. وقبل ما نبدا بقى الحوار الشيق مع الفنان الجميل والممثل الصاعد عبده حسني، عايزين كده نطلع بصور لشغل إيمان فاروق. كانت معانا برضو الحلقة اللي فاتت، هي فنانة هاند ميد. عايزين نطلع كده بالصور بتاعتها، هي فنانة ومصممة كوريشيه، وكمان مش كوريشيه بس، دي اللي معانا الفنانة إيمان فاروق محمد. دي فنانة كوريشيه وفنانة ومصممة ومدربة كوريشيه وديكوباج. مش عارف الديكوباج ده برضو، ده فن من أنواع فنون الهاند ميد، فن جميل جدا، بتعمل بالخشب وبتعمل بحاجات كتير، وكمان فنانة في الإكسسوارات، بتعمل حاجات بصراحة تحفة جدا. يعني هي بتتميز بحاجات كتير قوي بتعملها. صورها معانا اهي، البيتش بتاعها اسمه ايمي هاند ميد. يا ريت كلنا كده نزورها ونشجعها وندعمها. هي كانت معانا الحلقه اللي فاتت وما زالت موجوده معانا الحلقات دي. احنا بنرحب بيكي يا ايمان، وبنحييكي وبنقولك استمري، وكلنا ان شاء الله هنشجعك. ادخلوا كده وشوفوا شغلها، هتلاقوا حاجات جميله جدا. مكملين بقى مع عبده. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه، الله يخليك يا فندم. عايز اعرف بقى، انت بدات اول خطوه في التمثيل دخلت ازاي؟ هل انت دخلت بالصدفه البحته، ولا انت كنت حاطط في يعني راسم خطه وهدف انك عايز تبقى ممثل من وانت صغير مثلا؟ يعني خالص يا فندم خالص. انا كنت شغال بادي جارد في نادي عندي في الهرم، وبالصدفه كده جالي تليفون، عبده احنا عايزينك معانا في شغل التصوير. اتفاجئ حضرتك ان انا اول ما انزل التصوير ان انا مع الزعيم عادل امام، وبنخطفه، بنعمل معاه شغل اكشن ومطاردات وبنضربه. ايه ده ايه ده؟ احساسك ايه بقى وانت مع الفنان الكبير عادل امام؟ اللي انا فخور طبعا ان انا مع قامه كبيره زي استاذ عادل امام، وبشتغل معاه، وعمال كل شويه يدي افيهات يضحكنا حتى في قلب المشهد، بس انا ماسك نفسي ومتقمص المشهد. انا هو جميل، ده بيضحك من غير ما يتكلم ولا يقول ولا كلمه. طبعا جميل جدا يا فندم. انا اصلا من صغري اصلا بتابع افلامه وبتفرج على شغله وبتفرج على الحاجات بتاعته، بحبه جدا. اتربيت على الشغل بتاعه. كنت مبسوط بقى وانت بتشتغل معاه؟ طبعا يا فندم. معاه مسلسل استاذ الرئيس قسم. اشتغلت معاه استاذ الرئيس قسم، واشتغلت معاه في عفريت عادل علام، اشتغلت معاه في كذا حاجه. يعني ايه اهم حاجه عملتها؟ يعني مسلسلات، افلام، ايه الحاجات اللي انت عملتها
وعامله معاك علامه جامده يعني، انت فخور بيها ومبسوط ونفسك انها تتعاد مع فنانين تاني او حتى تشتغل مع نفس الفنانين دول. احنا عايزين بس قبل ما انت ترد عايزين ننزل كده الصور بتاعه عبده مع عايزين ننزلها مع عبد مع الفنانين اللي هم متصور معاهم في شغله. وكمل بقى كلامك اللي كنت بتقوله، اتفضل. اشتغلت في مسلسل الاب الروحي مع استاذ الكبير استاذ محمود حميده، استاذ احمد فلوكس، طلعنا الدراع اليمين بتاعهم وبنعمل شغل اكشن بقى وضرب نار وشغل بقى مافيا. والصور موجوده اهي كمان معانا. واشتغلت برضو في مسلسل بركه، طالع مرجات عشماوي دي استاذ عمرو سعد واستاذ محمد لطفي، المفروض ان هو بيبعت لي حد عشان خاطر اتفق على استاذ عمرو سعد وكده، وانا بخون عشماوي ان انا شغال معاه وبتكلم بقى وبعمل شغل اكشن كويس يعني. واشتغلت في فيلم بيكيا، طلع بضرب نار على محمد رجب وبتضرب بالنار. واشتغلت في مسلسل السر، اشتغلت في ما شاء الله اعمال كتيره جدا. كتير جدا، بقالي 7 سنين دلوقتي في المجال ما شاء الله. اول سنتين ما كانش حد خالص بيكلمني، اول 3 سنين ما كانش حد خالص بيكلمني. طبيعي بدايه الطريق ما بتبقى محتاجه تعب شويه طبعا وسعي ولا هدف. تعب جامد جدا يا فندم ومجهود جامد جدا، وفي الاخر ما فيش، بس بدا ربنا سبحانه وتعالى يبعت لي حد، يا عبده احنا عايزينك معانا في العمل ده، عايزينك معانا في الاعلان ده، عايزينك معانا في البرنامج ده. بدا ربنا سبحانه وتعالى بدا ان هو بيطور مني وبيوفقني عشان هو الدعم القوي ليا. وبتسعى بس حاجه جامد جدا يا فندم. انا ممكن مثلا حضرتك مثلا ممكن في الشهر كله بسعى، الشهر كله ما فيش عندي وقت خالص للراحة، يا تمرين يا 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 شغل يا اجتهاد. وبتشتغل على نفسك بقى في الـ الـ في الرياضة. الرياضة بتشتغل على نفسك لانه برضو ده من اسباب شغلك يعني. طبعا يا فندم محتاج لياقة بدنية وجسم رياضي طبعا طبيعة شغلك. طبعا يا فندم. قول لي بقى في المشاهد اللي انت عملتها دي والمسلسلات بقى، اكيد اكيد حصل لك مواقف يعني سلبيه ومواقف ايجابيه ومواقف مضحكه. طبعا اكيد طبعا كتير جدا. ايه بقى احكي لنا كده، اتعرضت لايه ومع مين من الفنانين، وحد هل حد يعني ممكن يكون الحاجات دي السلبيه بتضايقه، ولا يعني عايزينك كده تحكي لنا كده باستفاضه شويه كده وانطلق يعني. هو كان في موقف، في موقف زعلتني وفي موقف فرحتني، موقف كوميدي. خلينا بقى في اللي زعلتك الاول عشان ننهي باللي فرحتك. اللي زعلتني كنت طالع في مسلسل في فيلم الخليه، المفروض انا طالع المكتب اختارني، والمفروض انا طالع بقى ان انا هعمل بقى طالع مع احمد عز وماشيين وبنروح وبنيجي والكلام دوت. هو طبعا ضيع عليا الفرصه الكبيره ديت، كان المفروض دي اضافه ليا قويه. كان المفروض المخرج مختار لي لبس معين والستايلست، فهو راح خلاني غيرت اللبس مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر راح كنسلني خالص من الشغل يعني، حرق دمي وبوظ لي الشغل خالص بتاعي. ده موقف ما بحبش ان انا اتكلم معاه، ومن ساعتها اصلا ما بشتغلش معاه خالص. انا حتى لما بيجي شغل بعديها مع احمد عز برفضه فورا، ده بالذات يعني. ده كان الموقف اللي ضايقتني. وموقف برضه ثاني ضايقتني برضه، ان انا كنت جاي برضه كان جاي لي برضه اعلان، هيرو اعلان، بطل اعلان، وكنت خلاص المفروض ان انا المخرج شافني وعمل معايا بروفه مره واثنين وثلاثه وعجبته جامد جدا، وجي حد كده بالصدفه راح هو ده الاستاذ ده اللي هيعمل المشهد. طب انا خلاص اخترته معايا هو الهيرو بتاع الاعلان. لا معلش، طب انا معايا حد تاني ممكن كده تبص عليه، وراح باظ لي المشهد خالص. بس هي بتبقى نصيب برضو اللي ربنا بيكون رايده لك، اكيد بيكون في خير ليك. فعلا طبعا. الحمد لله على كل شيء. ما تزعلش على اي مواقف بتكنسل لك شغل او حاجه، لانه اكيد خير من عند ربنا يعني. الحمد لله خير. الحمد لله. ندخل بقى في المواقف اللي فيها يعني كوميديا. كوميديا شويه كده. ده الف موقف يا فندم من المواقف الكوميديه. احكي لنا بقى، احكي لنا. هو في موقف كنت شغال في مسلسل لدينا اقوال اخرى. طبعا انا بشغلي حارس خاص، فانا بنزل اول، نزلت اول يوم تامين مع اللوكيشن مع الفنانين. مع استاذه يسرى ومع الاستاذ فؤاد اللي هو طالع اول يوم مع اول يوم مع الفنانه يسرى مع الفنان. فشافني الاستاذ المخرج استاذ سوني، ده مخرج كبير هو اللي ماسك الاخراج بتاع المسلسل. فاول ما شافني، ازيك يا استاذ سوني، ازيك عبدو، عامل ايه، اخبارك ايه؟ شافني النهارده اول يوم كده ايه حارس خاص معاهم، مش بصور خالص. تاني يوم طبعا الناس اللي كانت مكلمين الاول ما حدش فيهم كلمني، فتاني يوم حد تاني خالص كلمني، ورحت رايح برده المسلسل، بس رايح من جهه استاذه يسرى بقى بصور، ولابس بدله وقميص ابيض وكده وبصور. استاذ المخرج، ازيك يا عبدو، انت جاي النهارده ايه؟ فبقول له انا جاي مع استاذه يسرى، جاي من رجالتها. ثالث يوم اروح رايح ضد استاذه يسرى بالرجاله بتاعت فؤاد، الحاجه الثانيه خالص الدنيا.
بوظت الدنيا. الاستاذ المخرج شاف لي قال لي يا عبد انت جاي النهارده ايه؟ بقول له انا جاي ضد استاذ ياسر. كل يوم جاي مع حد شكل. رابع يوم بقى جاي جوات خاصه، فانا جيت في المشهد الاستاذ قال لي ايه اكشن، فالمهم ايه المشهد اشتغل والدنيا اشتغلت 10 على 10، فهو كل ده ما يعرفش ان انا موجود خالص في 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 في, في اللوكيشن. ما انت متغير بقى. بعد ما خلص المشهد خالص فبقلع القناع، فراح شايفني قدامه وهو متعصب بقى، وكان يلا يا جماعه عشان خاطر الهارب يضيع مني. الهارب يضيع مني يلا استاذه. فقلع القناع اللي هو بتاع القوات الخاصه. قلت له بيعمل لي ازاي؟ ما تلبس بقى يا ابني، بقى يا ابني انت كل شويه تطلع لي في الشغل. ما قلت لي الشغل في اي مكان. لا هي فعلا دي مواقف فعلا جميله جدا. انا كل ما افتكرها بموت على نفسي بالضحك. اما طبعا كل شويه تطلع لهم بشكل بيومي فؤاد خلاص بقت حاجه. لا بس انت مين بقى، مين من الفنانين اللي انت اشتغلت معاهم يعني حسيت ان انت مرتاح؟ احنا نقول بس مين اللي انت ارتحت معاهم نفسيا يعني، وانت تتمنى ان انت تشتغل معاهم تاني؟ هو من الفنانين الكبار اللي اشتغلت معاهم استاذ عادل امام، استاذ الله يرحمه طبعا خلاص بقى مش موجودين، استاذ محمود عبد العزيز اشتغلت معاه في راس البول، استاذ راس البول طالع قوات خاصه، واستاذ فاروق الفيشاوي برضه الله يرحمه اشتغلت برضه معاه. الممثلين الكبار استاذ محمود حميده في الناس الموجوده دلوقتي بيحب ان انا اشتغل معاهم برضه جدا، بيحب شغله وبيشتغل على نفسه. جميل. جميل جدا يا فندم. استاذ ميرفت امين برضه. طبعا يا فندم استاذ ميرفت امين برضه ممثله جميله وقديمه، وانا برضه اتربيت على الحاجات بتاعتها. كلهم يا فندم كلهم قامات كبيره جدا ومحترمه طبعا تتعلم منهم. طبعا يا فندم بس اتفرج بس على الشغل بتاعهم وبعد كده بأديه. الفنانين القدام بقى استاذ فريد شوقي الله يرحمه كان نفسي اشتغل معاه جدا، استاذ عادل ادهم، الممثلين اللي هي الاقوياء دي ان هم اللي انت بتتابع عندنا جنب نخبة يعني عريضه من الفنانين. طبعا يا فندم. طبعا سواء الفن الزمن الجميل بتوع زمان وحتى في بعد ودلوقتي يعني الحمد لله ربنا عندنا ناس جميله كتير قوي، وان شاء الله بقى الشباب الصاعد اللي زيك ربنا ان شاء الله برضو كده تبقوا عالم فيما بعد ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. انا بتفائل جدا والله يا فندم. بس على قد ما اقدر. انت بقى بتتمنى ايه يعني، ايه اللي انت بتتمناه او بتطلب ايه مثلا من الناس اللي هي القائمه على الفن؟ نفسك في ايه؟ هدفك ايه؟ بتسعى لايه في رحلتك اللي انا فعلا اتكلمت معاك كتير؟ والحقيقه انا اتكلمت مع عبده يعني بقالي فتره بنتكلم في موضوع الحلقه، والنهارده لما اتكلمنا قبل الهوا يعني انا فعلا لقيته ان هو شاب طموح جدا وبيسعى وبيتعب كتير عايز يوصل، ومش يوم وليله ولا سنه ولا من السنه اللي فاتت، لا ده بقاله سنين من هو طفل بيسعى ان هو عايز يبقى نجم، مش نجم يعني اللي هو مشهور، لا عايز يبقى يشتغل، عايز يتعرف، عايز حد يتبناه، لانه انا شفت له حاجات مشاهد وصغيره مش كبيره قوي بس فعلا يعني فنان. ربنا ان شاء الله ده المطلب اللي انا هو من مكاني بقول للناس الجميله اللي مسؤول عن الفن والشباب الصاعد ان هم يتبنوك ويطلعوك كده في حاجه قريبه ان شاء الله. انا بحب الفن جدا يا فندم، بشتغل على نفسي على قد ما اقدر. شايف ان فعلا الفن محتاج ان هو يتطور اكتر من كده، محتاجين ان احنا نبقى اكتر من اوروبا وبلاد بره، محتاجين ان احنا نتحدى الناس دي. محتاجين نطور من نفسنا. طبعا يا فندم. نوصل بقى رسائل، يعني الافلام زمان كانت بتوصل رسائل، اعرف ان في فيلم الاستاذ فريد شوقي من بعديها اتغير حال حاجه، حال مساجين بقى. حقيقه. يا فندم. دايما الفن بيوصل رساله، فاحنا محتاجين دوت، محتاجين نمنع البطاقه خالص من التمثيل خالص، عايزين بس محتاجين بس اللي هي الناس اللي بتوصل الرسائل بتاعت زمان اللي هي بتوصل حضرتك الاعلانات القديمه والتقاليد القديمه اللي احنا كنا عايشين عليها. والله البلطجه دي بتاذي شباب كتير طبعا يا فندم. طبعا الواحد محتاج ان هو يتكلم فيها كتير قوي قوي، ومحتاج يوعي الشباب وطبعا دي فعلا رساله الفن ان هي توعيه الشباب. طبعا يا فندم. طبعا البنات توعية في كل سن مش الصغيرين بس، حتى في البيوت في وسط الأسرة في العائلة في الشارع في المدرسة، ده دور الفن طبعا. طبعا يا فندم. طبعا. انت بقى في خطة عندك يعني في حاجة جاية لك لسه في الطريق هتمثل حاجة معينة ولا لسه مستني؟ هو انا فني وانا بسعى على قد ما اقدر. اتعرض عليك يعني حاجة؟ اتعرض عليا كنت هشتغل في فيلم بس للاسف هو وقف عشان خاطر الانتاج بتاعه ما اكتملش يعني. يعني حاجة بخصوص الانتاج. بخصوص الانتاج بس انا حضرتك الهدف بتاعي ان شاء الله باذن الله الايام الجاية ربنا سبحانه وتعالى يكرمني اعمل مثلا اعلان قوي او مثلا حاجة قوية كده
بفلوس الحاجه ديت هبدا بقى ان اشتغل على نفسي زي ما كنت بشتغل على نفسي زمان، اتدرب فنون قتال تاني، ارجع تاني لفنون القتال، ارجع تاني اتدرب سباحه لان انا وصلت لحد فتره كويسه جدا في السباحه، ارجع بقى ان انا اشتغل اللي هو الحاجات دي بتبقى محتاجه بقى طبعا يا فندم محتاجه مجهود جامده جدا يا فندم، اشتغل على فورمتي اكتر من كده، اقطع اكتر من كده، اعمل لنفسي فورمه اقوى من كده، ابدا بقى ان انا اشتغل على نفسي ايه انا ما اشتغلش عليه واعمله. اللي في مثلا في تدريبات تانيه اللي هي بينطوا من فوق العماير اللي هي الحاجه زي بلاب بره اللي هم بيطيروا في الجو بينطوا من فوق العماير بيعملوا شغل ما اتعملش في مصر، فاحنا محتاجين ده في مصر. محتاجين حد اللي هو يقول لي اشتغل على نفسك عشان عشان اطور بقى من بلدي، الكلام القديم ده كله يتشال. طب مش مشكله خالص يا فندم، انا بغامر جدا، لو مخرج قال لي عبده تنط من الفضاء انا معاك في الفضاء، لو هتنط من طياره معاك في الطياره، اعمل اي حاجه. ده نداء اهو والله يا فندم، بسمع حضرتك كده بجد، اي حاجه انا هعملها، عنده استعداد يعمل اي حاجه، مفيش اي حد خالص. حتى الغرب انا دايما بنزل عندي على الاكونت على الفيسبوك ان انا بتحدى فان ديزل، ذا روك، جيسون ستاتام، اي ناس دي، الناس دي كلها مش هم رقم واحد، لو انا دخلت فعلا وبقى فعلا معايا دعم قوي الناس دي مش هيبقى هي رقم واحد، هنعمل اعلى ايرادات في مصر وفي الوطن العربي. ويبقى لينا كلمه اقوى منهم فعلا، اللي بيشتغل على نفسه معاهم بس فرصتهم، معاهم حد بيدعمهم، معاهم ماني، فالماني لو موجود معايا انا هفرج على حاجه جامده جدا. وانت ان شاء الله هتلاقي برضو في ناس كتير بتحب تساعد الشباب من الفنانين والمخرجين والمنتجين، وبيحبوا يساعدوا الشباب، وفي شباب كتير طلعت برضو بمساعدة الفنانين بتاعتنا الجميلة، سواء في الإخراج أو في الإنتاج أو الممثلين نفسهم الفنانين. يعني بصراحة سمعنا في ناس كتير قوي بتساعد، وانت إن شاء الله حد يتبناك ويشوفك ويتابعك ويساعدك. أنا متفائل جدا، مش حاجة بعيدة على ربنا طبعا، صح ونعم بالله. تحب بقى تتكلم في إيه تاني يا عبدو بخصوص الفن؟ إيه الحاجة اللي بتستهواك؟ يعني هل انت عايز تبقى بتحصر نفسك في كارير معين في الفن مثلا؟ انا هبقى في الاكشن، في مثلا في الاكشن، في حاجات مثلا لايت كده، كوميدي، اجتماعي، يعني ايه نوع اللي انت نفسك تبقى مخصص نفسك فيه، ولا انت تحب تبقى في كله؟ بص يا فندم، انا حضرتك من ساعه ما دخلت المجال ده وانا اي حاجه بتجيلي في الشغل بوافق عليها، بس ده طبعا لحد فتره معينه. ما بتقولش لا، يعني ما بقولش لا خالص للشغل. يعني أي انت تقدر حاجة تعمل اي حاجه، يا فندم، اعمل اي حاجه واشتغل باي حاجه حتى من غير مقابل. اوقات كتير جدا بنزل شغل وبعد ما نشتغل الاستاذ يقول فركش، الاستاذ المخرج يقول فركش، بعد ما اشتغل مثلا واخدين مثلا من بنتجمع مثلا من الساعه 12 بالليل لحد مثلا الصبح، لحد مثلا 7 الصبح ولا حاجه، الاستاذ يقول لا فركش خالص، المكان ما عجبوش او حصل مع اي حاجه، فمش مشكله، انا بشتغل مش عايز فلوس، مش عايز فلوس خالص، اعمل اعلان من غير فلوس، اعمل اي حاجه من غير فلوس، انا عايز احقق هدف، عايز اوصل رساله. مجرد حضرتك ما حد مثلا يشوف مثلا عبده وعبده مثلا معاه كويس، لا معاه مثلا فلوس كويسه، اختار بقى الادوار اللي انا اعملها، اوصل بقى رسائل، عايز اوصل مثلا رساله ان الكبير ليه احترامه، اوصل رساله ان الكبير ليه احترامه، عايز اوصل رساله ان الصغير يبدا ان هو يتعلم، يبدا ان هو يحب مدرسته، يبدا ان هو يشتغل على نفسه. يعني انت الفن بالنسبه لك عايز رساله، رساله يا فندم. جالي كوميدي هشتغل كوميدي، جالي دراما هشتغل دراما، جالي اكشن هشتغل اكشن. هو ده الفنان الصح، ان هو يشتغل اي حاجه، اي حاجه يا فندم. ما ينفعش اقول انا مش عارف اشتغل، لا خالص، الفنان لازم يبقى يعني شامل. طبعا يا فندم، لسه شايف امبارح حضرتك حاجه، لسه حضرتك حاجه امبارح الاستاذ الكبير استاذ عبد الوارث عصر الله يرحمه، كان عمل برده حاجه، برده مشهد برده في المسرح، لسه شايفها امبارح على الفيسبوك، كان عمل مشهد في المسرح، فالناس بدات تضحك عليه كتير، فعرف ان المشهد ده مش مظبوط، كان طالع هو دور مثلا دور واحد مريض نفساني. فراح بعديها على طول بيوم راح لدكتور مريض نفسي وعرف منه الاعراض ايه، وبعد كده بدا ان هو يمثلها لحد ما الناس بقت في مرحله ذهول. فانا مضطر ان اشتغل على ده، جالي مثلا دور كوميدي هعرف دور الكوميدي بيتكلم عن ايه وابدا ان انا اشتغل عليه. ربنا يوفقك يا عبده، وان شاء الله من الحلقه بتاعتنا دي يكون في حاجه تحصل كده جديده قريب ان شاء الله خير. احنا عايزين دلوقتي ننزل المسابقه، وعبال ما المسابقه بتاعتنا تنزل، المسابقة المجانية بتاعتنا اللي هي بقت كل أسبوعين، أنا طبعا أنتوا أول متسابقة معانا خلود جمال برهام محافظة الشرقية، دي الفائزة الأولى في المسابقة. الفائزة الثانية فاطمة السيد سعد من الأسكندرية، دي المتسابقة الثانية. المتسابقة الثالثة إيمان محمد معوض من الفيوم، دي ثالث فائزة معانا. المتسابقة الرابعة مروة عبد الله وهدان من الغربية. المتسابقة الخامسة شيماء شحاتة أحمد من سوهاج، ودي المتسابقة الخامسة، وألف مبروك لكل الفائزين في المسابقة المجانية اللي بقت كل أسبوعين. في عجالة كده عايزة أتكلم عن قناة يوتيوب
اسمها بتاعت مستر دسوقي. القناه دي قناه فكره اسمها فكره تيوب بتاعت مستر دسوقي. دي تقنيه ومعلومات عن اليوتيوب. القناه دي حلوه قوي، والراجل ده بيشرح شرح ممتاز وبيفهم الناس كل حاجه عن اليوتيوب، وعن يعملوا قنواتهم ازاي، وعن يبداوا، وايه الاخطاء، وايه اللي ممكن يستفادوا منه. يا ريت تتابعوا قناه مستر دسوقي فكره تيوب. في نهايه حلقتنا بشكر عبده جدا، وبقول له ان شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا فندم، وخطوه عزيزه. ده شرف ليا، شرف ليا انك مع حضرتك. الله يخليك. واستنوني بقى الحلقه الجايه، تبقى حلقه مهمه جدا. استنوني، والى اللقاء في حلقه قادمه.